هذه اللي ما حضرتش حضرتك ما حقش قال لي سيري الدينا ما ديتهاش كتوجع دايزه بالماء ودايزه بالدم حاشاكم في الزنقه ما عطاوناش وقت. الساعه اللي لحقت الربعه الصباح الزينه مرابعه طلعناها ما شدوهاش، قالوا لي الصباحه تولي لا خلينا نعسوا بزز تدخلوها. ملي دخلوها سدوا عليها حتى 9 الصباح. كنا سولناهم كيقولوا لنا باقه 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 لحقت 9. قالوا شكون اللي جاب هذه السيده؟ قالوا ليها حماتها. ملي طلعت انا قالت لي تعالي بغيت نقول لك، قلت لها شنو لا خلعتيني؟ قالت لي لا ما كاين حتى شي حاجه، المراه راه ولدت عادي على خير وبخير. ملي دخلت حداها غنشوف السيده نسلم عليها قالت لي الترابيه ماتت. علاش؟ قالت لي راه زاد حي وراه بقى واحد شويه خاصو الاكسجين. علاش ما يديرش لها الاكسجين؟ خاصها تولد بالفتيح، ما تولدش عندنا. سبيطار ملا عدنا ما فيهش الفتيح، فيه الفتيح فيه كل شيء، علاش تتوجع في الزنقه؟ هذا حق ولا باطل؟ هذا منكر. هذا حنا بيت معاه لا سحور لا فطور لا عشاء لا نعاس لا غدا لا جي قبل الاخريه تقول لك تعالي راه ولدت على خير وبخير عاديه ما كاين حتى مشكل، ولا كانت الترابيه راه زادت حيه وماتت. علاش تتموت؟ لا زادت حيه وماتت كيفاش؟ شكون هما الفرمليات اللي كانوا؟ نعرف سمياتهم ديال الليل اللي بيتات في الليل، هما سولوا على اللي كانوا البارح بالليل سمياتهم. فاطمة الزهراء ولبنى. فاطمة الزهراء ولبنى هما اللي حاضرين. شنو هاد المشكل؟ علاش يتوجعوا في الزنقه؟ واش هذاك السبيطار ولا شنو؟ ودمياتهم دايزه في الخلا قدام عباد الله قدام الرجاله. منكر هذا. ما بقات اصحاب السطاجير هما اللي كيتعلموا في عباد الله. حشومه حنا راه ضاع الله يخلفه ان شاء الله لباه ومينته والعائلته، وخاصهم يتربوا على وحدين اخرين. وشنو كطالبوا دابا؟ كنطالبوا بالحق والقانون. شوف هاد الدري كيفاش، علاش زاد حي وقمطوه وداروا ليه المقبض في بوطو ومات، اشنو السبب؟ فيه مال، هذا الشيء اللي باغا، باغا الحق لولدي ومرتو، على حساب كبدتو. المشكل اللي كاين هو اننا البارح جبنا واحد السيده على اساس باش تولد، سيمانه وحنا كنديوها وكنجيبوها، فاش كنجيبوها ليه كيقول لي راه مازال مازال، كنمشيو كنرجعو البارح جبناها عنده الحضر ديال الليل وهي في الكولوار هي وشي عيالات. مرميات في الارض كلشي كيتوجع وهما طالعين الفوق، كاين اللي نعسا كاين اللي مكونيكتي كل وحده الغواتات ديالهم كل وحده كتغوت ولا مجيب، ما كاينش حتى الروح ديال الانسانيه باش غادي يجيو غادي يشوفوهم. السيده كتوجع وما كيقول لها دعينا في الله خلينا نعسو خلينا نعسو. بقات هنا حتى 9 ديال الصباح، فاش طلعت 9 ديال الصباح على اساس باش تولد ولدات، ولدات التيلات ديالها مولود ولاده طبيعيه في الصحي ما يمكن. بحال ما هكا فاش ولدات قالوا لها جات السيدة دوزت باش تشوفها، قالوا لها السيدة راه ولدات ولكن الطفل ديالها راه إن لا وإن إلى راجلها. كنسولوا على السبب ديالو، قال لك بأن راه كاين هناك بحال تصمات في الكرش. اللي بغيت نقول هو أن كاينين ثلاثة الممرضات اللي كانوا البارح وكاينين خمسة العيالات اللي كيولدوا في صال وحدة. كيفاش ثلاثه الممرضات غادي يعتنيو بخمسه خمسه العيالات في ان واحد؟ يعني ما يمكنش. وفاش كنجيو كنهضروا معاهم ما كاين حتى شي واحد كيعطينا شي راس الحال، ما كاين لا اداره لا مسؤولين. بغينا غير نهضروا على امور، نهضروا مع شي واحد اللي يقول لنا على السبب ديالو. كلشي كيقول لنا ما كاينش، كلشي سادين علينا البيبان. دابا باننا بغينا نطلعوا باش نشوفوها السيكوريتي، اخر واحد كيقول لنا عطيني 20 درهم باش نطلع ليهم. شنو كيقول لكم؟ كيقول عطيني 20 درهم باش نخليكم تطلع. الممرضات البارح ما كايناش اللي كتهضر معاك، اي وحده كتهضر معاك كتقول لك عطيني الفلوس باش 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 نخدمها. بغينا نعرفوا هاد الناس واش خدامين على حساب المواطن او لا خدامين في الدوله. الدوله هي اللي كتخلصهم. باش كتخلصهم؟ كتخلصهم بفلوس الشعب، حنا اللي كنخلصوهم. يعني هما خاصهم يلبيو المتطلبات ديال المواطن. هنا كلشي مليوح، ماشي غير حنا اللي متضرين. حنا عدد واحد من بزاف ديال الحالات اللي تعرضوا لهذا الشيء. دابا غير انا غير بغيت نبين الصوت ديالي. اما الطاجي اللي كوير راه النظام ما كاينش والقانون ما كاينش، ما كاين لا مراقبه لا ما كايناش مراقبه. حنا
الا كيقول لك باننا كلكم راعين وكلكم مسؤول على الرعايه، ولكن حتى شي واحد ما راعينا. المسؤول ديال البلاد راعي البلاد، ولكن المسؤولين اللي تحت منه حتى شي واحد ما كيقوم حتى شي مهمه. حنا راه غير زايدين ناقصين في هذه البلاد. بغينا هاد السطو توصل للمسؤول الكبير، بغينا الملك يدير شي اجراء، يتاخذ شي اجراء في هذا الشيء، يحاسبهم. هو راعي البلاد وحنا خاصو ارعانه وخاصو شكرا.